خلينا نشوف حاجة تانية معانا، نموذج لموهبة قدرت إنها تجمع بين الفن وعلوم الطب، وهي الدكتورة ريم أسامة. دكتورة ريم بدأت موهبتها في سن الطفولة وقدرت إنها تنمي موهبتها، وفي نفس الوقت قدرت إنها تدرس الطب لغاية ما وصلت لدرجة استشاري طب وجراحة العيون. دكتورة ريم بدأت تستغل هوايتها في الرسم على قطع الأثاث، وبتشارك في معارض فنية مهمة بجانب عملها الأصلي في الطب والتدريس في الجامعة. خلينا نشوف. موهبة جمعت ما بين الفن وعلوم الطب تجسدت في الدكتورة ريم أسامة، استشاري طب وجراحة العيون والمدرس بجامعة عين شمس، حيث عشقت الرسم منذ طفولتها. ورغم موهبتها واحترافها للرسم، لكنها فضلت الالتحاق بكلية الطب حتى تخرجت وجمعت بين المهنتين في وقت واحد، الطب والرسم. الرسم على الأثاث أصبح الموهبة التي جذبت الدكتورة ريم، وبدأت بعمل رسومات صغيرة على الأثاث، وتنوعت أعمالها على مختلف القطع الخشبية حتى أصبحت تدمج بين الرسم على الأثاث والجدران أيضاً. وبجانب فن الرسم، تسعى الدكتورة ريم لتقديم المساعدة للمحتاجين الذين يعانون من مشاكل في العين، معتبرة أن خدمات الطب ميراثها في الآخرة بدعوات الناس، والرسم هو ميراثها في الدنيا. احنا معانا عبر تطبيق زوم الدكتورة ريم أسامة، طبيبة العيون والفنانة ايضا الموهوبة في الرسم على الأثاث. صباح الخير لك يا دكتورة، واهلا بحضرتك في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. خلينا نعرف يعني بدأت ازاي تكتشفي موهبة الرسم عندك، وليه الأثاث المنزلي بالذات اللي يعني حسيت انك ممكن تبدعي فيه او تطلعي فيه فن؟ موهبة الرسم دي من زمان قوي، يعني بصراحة من وانا صغيرة قوي، ممكن قبل 6 سنين كمان، يعني مش فاكرة بدأت امتى، ان انا كنت صغيرة جدا. بس موضوع الرسم بقى على الاساس، انا فاكرة انا بدأت تقريبا في سنة 2015. ليه انا اخترت الاساس؟ ان هو بالنسبة لي ممتع اكتر بكتير من الكانفاس بينتينج، او اللي هو الرسم على تابلوهات عادية. ان انا البروسيس اللي انا بستخدمه، ان انا اختار القطع هيبقى شكلها ايه، الفانكشن بتاعها هيبقى ايه، مكانها هيبقى فين، الالوان والثيم، يعني الموضوع نفسه اكسايتنج بالنسبه لي اكتر بكتير من الكانفاس ارت. وحابه قوي فكره ان هو مش مجرد ارت، ان هو حاجه فانكشنال كمان اقدر ان انا استخدمها في بيتي. فدي فكره الاساس يعني. طيب الفكره اللي ظهرت عندك انك تقدري تشتغلي بايديكي، يعني احنا شايفين ان في الفتره الاخرانيه في ناس كتير بقت عندها القدره على انها تعمل رينوفيشن او تعمل تجديد لاساسها. احنا الاذواق بتتغير والمودات بتتغير، ومش معقول هنرمي حاجتنا اللي بجوده كويسه جدا. انت عملتي اعاده تقديم لكتير من قطع الاساس، احنا شايفين حاجه متميزه جدا. استخدمتي مواد ايه؟ الفكره جات لك منين؟ قولي لي كل التفاصيل دي. اوكي. وانا يعني قعدت موضوع التجديد ده قعدت فيه تقريبا اول سنه، وبعد كده وقفته. بس انا هشرح لك يعني هو بدا ازاي. انا فاكره ان انا كنت لسه والده، اوكي، اول بيبي ليا. وعارفه طبعا دايما في الاول، يعني اول بيبي الواحده لما بتولد تبقى ام لاول مره، الموضوع ما بيبقاش سهل، بيبقى صعب خالص شوية. ولا تاني مره بنحاول ان احنا ندور على اي حاجه تطلعنا من الروتين الجديد المجهد جدا ده. فجالي فكره ان انا ليه ما فكرش ان انا اجيب حاجات واجددها واشوف ايه اللي هيحصل. وفعلا يعني جبت كده، فاكره قوي كان ست كده 3 ترابيزات صغيرين، جددتهم وحسيت ان النتيجه كانت مبهره، والناس كلها يعني انبهروا كده. فقلت ايه ده، الله، طب النتيجه جميله. فقعدت شويه في السكه دي، الناس بتبعت لي حاجات قديمه وابدا اجددها. بس الموضوع ده بصراحه يعني اخد مني تقريبا سنه، ما عدش السنه. بعد كده بدأت ان انا بقى ايه، اخد اوردرز من الاول، ان انا انفذ النجارة من الاول. كان عندي تيم مهندس ونجار وكده بيعملوا لي البيسز، وبخلي الكلاينت هو يختار الثيم. مثلا انا عايز حاجة فلورال، عايز حاجة ثيم كذا، ابدا اشوف صور ونعمل برين ستورمينج مع بعض، نبدا نتكلم في الالوان وبعد كده انفذها. اخر حاجة بقى وصلت لها ليا السنة او سنتين اللي فاتوا، ان انا بدات اعمل ماي اون بيسز بالفكر بتاعي، بالانسبيريشن بتاعي، بيباعوا بقى زي ما هم اكنه تابلو. فدي اكتر حاجه بصراحه كانت ممتعه بالنسبه لي في كل الـ8 سنين اللي فاتوا، ان انا اعمل فكره
والفكره دي على فكره بتاخد مني وقت كبير ان انا اوصل لها، ممكن شهر اقعد افكر بس البيس هتبقى بتتكلم عن ايه، وهيبقى ايه اللي عليها، وايه الالوان، وايه المود. فدي كانت بالنسبه لي يعني اكتر حاجه ممتعه بصراحه. السنه اللي طبعا فاتت دي كانت مختلفه بالنسبه لي تماما. طبعا. يعني يعني حضرتك عايزه تقولي لي ان بجوار عملك كطبيبه وتدريس في الجامعه بتشتغلي مع نجار ومع واحد يعني مهندس بيجيب لك الشغل وبتقفي مع كلاينت او عميل، ده ايوه حقيقي؟ طبعا طبعا، ايوه طبعا. بس على فكره يعني انا ولاقيه يعني نفسك في انا ده مظبط الشغف ده يعني مالي حياتك، حاسه ان هو حاجه تانية؟ انا ما اقدرش اعيش من غير الارت بتاعي. يعني انا دايما بقعد افكر ان كل الحاجات اللي اتغيرت في حياتي، في حاجات كتيره قوي دخلت، حاجات كتير خرجت، لكن دايما الارت او الفن بالنسبه لي هو عمره ما خرج. مع ان ده كان يعني كان تحدي كبير قوي بالنسبه لي، ان انا حتى لما جيت ادخل طب كل الناس قعدوا يقولوا لي انتي طول عمرك بترسمي، انتي هتدخلي طب عمرك ما هتعرفي ترسمي بعد كده، مش هيبقى عندك وقت خالص. فخدت على نفسي عهد بجد ان انا عمري ما هبطل الرسم، حتى لو انا كملت في الطب. وده على فكره انا عمري ما هسيب الطب. يعني في ناس كتير بتقعد تقول لي خلاص يا ريم سيبي الطب يعني كملي بقى في الارت، لا انا عمري ما هسيب الطب. فلا كنت بحارب نفسي. يعني انا فاكره ان انا مثلا في النبطشيات كنت بمر على العيانين وبعد كده ادخل الاوضه بتاعتي، ما كانش بقى معايا يعني كان معايا حاجه الرسم بصراحه، فبيخشوا عليا في الاوضه انت بتعملي ايه، اقول لهم يا جماعه انا خلاص خلصت، يعني عايزين مني ايه، خلاص انا خلصت مريت على العيانين فسيبوني بقى اعمل اللي انا بعمله بالظبط كده. بس. فالحمد لله يعني ان انا قدرت اوفق ما بين الحاجتين دول أكيد. يعني، طيب واتمنى ان انا اقدر اكمل. إن شاء الله ده اللي كنت هسأله لك، هتكملي إن شاء الله وتعملي إيه بعد كده في المرحلة اللي متخيلة إنك هتوصلي لها في الرسم؟ والله انا نفسي اكمل زي ما انا، اقعد اعمل البيسز اللي انا بعملها دي بالشغف اللي انا عايزاه، بالحب اللي انا عايزاه. كل الشكر ليكي الدكتورة ريم أسامة، طبيبة العيون والفنانة الموهوبة في الرسم، كل الشكر ليكي. يعني هي الدكتورة ريم بتقول لنا ابحث عن شغفك حتى لو كان الأمر ده بيكلفك كل حاجة. شغفك هو سعادتك، انت شايف نفسك في ايه دور عليه. ودي الرسالة اللي بنقولها برضو لأولادنا طلبة الثانوية العامة، يعني الجميل ان انت تبقى رقم واحد في مجالك، ما تبقاش يعني دخلت الكلية رقم واحد وانت اخر واحد في الكلية رقم واحد، لا خليك رقم واحد في المجال اللي انت بتحبه واللي انت عايز توصل ليه.